البنجيري من أشهر الحلويات الهندية، كيفية صنعها وما هي فوائدها في فصل الشتاء؟ كيف تحصلين على بنجيري صحي في المنزل؟ مكونات البنجيري: كوب سمن، كوب ونصف من دقيق القمح، 4 أكواب من الفواكه المجففة والمكسرات التي تتكون من اللوز وجوز الهند والكاجو والزبيب والفستق الحلبي وبذور الكتان، ملعقة كبيرة من الهيل المطحون، ملعقة كبيرة من بذور الشمر بالإضافة إلى بذور اللوتس المنتفخة، بالإضافة أيضا إلى ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون المجفف، وكوب من التين المقطع المجفف، وأيضا كوب ونصف من السكر المطحون. طريقة تحضير البنجري: نحمص الدقيق القمح الكامل مع السمن لمدة 3 دقائق قبل إضافة المكونات، وبعدها يتم إضافة الفواكه المجففة والمكسرات إلى الخليط الطحين والسمن، ويترك على النار لمدة 2 دقائق، ومن ثم اتركه حتى يبرد. بعد البرود سنحصل على طبق بنجري صحي، وهو من أكثر الأطباق الهندية شهرة. الفوائد الصحية للبنجري في فصل الشتاء: يعشق البنجري لنكهته وكذلك لمزاياه الصحية، فهو من أحد أنواع الحلويات التقليدية، وهو أيضا من أحد أنواع الحلوى الممتعة متعددة المزايا الصحية عندما تهبط درجة الحرارة إلى مستوى منخفض جدا، حيث تلجأ العائلات الهندية في صنع حلوى البنجري بكميات كبيرة في بداية الشتاء وحفظها في حاويات ضخمة حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة طوال موسم الشتاء البارد، حيث يتم تحضير الوجبة الخفيفة الجافة من الحلوى التي تحتوي على دقيق القمح والمكونات المغذية الأخرى بما في ذلك السمن والفواكه المجففة والعلك الصالحة للأكل وبعض المكسرات الصحية، بالإضافة لأنها وجبة خفيفة مغذية للغاية ولذيذة أيضا، حيث أنه يعالج ما بعد الحمل بامتياز جدا للأمهات الجدد. فوائد صحية لا تصدق للبنجري في فصل الشتاء: يساعد البنجري في الإرضاع، بالإضافة إلى أنه يساعد على استعادة صحة العظام، ويساعد البنجري أيضا على مكافحة التعب والأوجاع وآلام ما بعد الولادة. يعتقد أيضا أن البنجري يولد حرارة للجسم، ويساعد أيضا على تلين المفاصل وتخفيف آلام الجسم وتهدئة العضلات المشدودة. تعطي الحلوى الهندية المشهورة الكثير من الطاقة في هذا البرد القارس. هل حدث وجربتم هذه الحلوى الهندية من قبل؟ وما هي الحلوى الشتوية المفضلة عليكم التي تمدكم بالطاقة لهذا الشتاء البارد؟